السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. زي ما انتم شفتوا في العنوان كده، انا النهاردة مقدمة لكم المستلزمات اللي انا بحتاجها في الحلويات، واللي لازم أن تكون عندي في درج المطبخ، يعني ما فيش غنى عنها. تمام، طبعا انتم عارفين انا بعمل حلويات كتير وبحتاج يعني ايه مستلزمات كتير. يعني بصوا دي بس عشان كان عليها نشا، والحلويات اللي انا لازم برضو تكون موجودة في قلب البيت، بحيث اي ضيف دخل عندي انا عايزة حاجة سريعة كده حلوة بقوم اعملها فورا يعني. تمام، وشوية مستلزمات كده من عند الحلواني، في ناس كتير طلبوها مني وقالوا لي انت بتجيبي العلب دي منين والاشكال دي وبكام، وبرضو هوريكم حاجات كتير ان شاء الله. تعالي يلا معايا داخل الفيديو عشان نشوف الحاجة اللي انا جبتها والمستلزمات الحلواني اسعارها ايه. خليكي معايا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بقى بالحاجات والعلب اللي أنا بحتاجها في داخل جوه مطبخي لازم تكون موجودة. دي أم علي، طبعا أم علي ما فيش غنى عنها في قلب المطبخ، يعني حاجة حلوة، عايزة حاجة حلوة سهلة سريعة بقوم بعملها في ثواني، يعني ما بتاخدش وقت. أنا جايباها من ماي شيف، تمام، دي من ماي واي، تمام، نوعها كويس وحلوه. تمام، في الاخر انا هقول لكم الاسعار. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه او تاني علبه بلح الشام، برضو من ضمن الحلويات، برضو من ماي واي، من ضمن الحلويات اللي ما بتاخدش وقت وسهله وسريعه وممكن تقومي تعمليها فورا، يعني زي ما بقول لك كده دي الحلويات الاساسيه معايا في قلب المطبخ. تمام، البسبوسه دي برضو من ماي واي. بصوا يعني انا كل شهر او كل ما يخلص الحاجه بتاعتي دي انا بجيبها من ماي واي، شركه محترمه جدا وحاجتها نظيفه. البسبوسه برضو جايباها بجوز الهند، دي برضو سهله وسريعه. عندك علبه زبادي او كوبايه لبن هتقومي فورا تعمليها. زي ما بقول لكم كده انا بحاول اختار الحلويات اللي بتكون داخل جوه مطبخ تكون عندي ويعني جاهزه ومستخدمه سريع. ثواني بقى عشان في حاجه واقعه. من ضمنه برضو الحاجات اللي لازم تكون في درج المطبخ بتاعي الحلويات البيكنج باودر او الفانيليا. طبعا انا مش بجيب علب، انا بحب اجيب كده يعني ممكن الاربعه خمسه دول من البيكنج باودر دول هيكفوني شهور، فانا مش بحب اجيب علب بصراحه منين ما بيخلص. بحب يعني ايه صباح صباح كده منين ما بيخلص بروح اجيب غيره. طبعا من ضمن الحاجه اللي برضو لازم تكون موجوده في قلب مطبخي هو النشا. النشا ما فيش غنى عنه طبعا، بستخدمه في اكلات كتير جدا، ممكن تجيبيه سايب او في اكياس يعني على حسب ما تحبي. ده برضو من الحاجات الاساسية معايا في قلب المطبخ. الكاستر طبعا انا بجيبه من شركة دريم، انا بحب استخدم النوع ده، حلو قوي. ده بقى حاجة سهلة وسريعة جدا جدا يعني هتقومي تعمليها فورا. تمام، عجبني كده علبة قمر الدين دي، حلوة طبعا. مين قال بقى قمر الدين بس في رمضان؟ لا، قمر الدين ممكن تعملي منه مهلبية او ممكن تعملي منه عصير. تمام، فان شاء الله بعمله معاكم في القناة. جبت العلبتين دول يعني شكلها حلو اصلا، شكل العلبة هي اللي عجبني فجبت العلبتين دول، وبعد كده لما تخلص ان شاء الله هستعمل العلب دي، مفيش حاجة برميها يعني هتستعمل. تمام، بعد كده مش عارفه ايه الحاجات اللي بتقع كل شويه دي. ده كورن فليكس، تمام، ده برضو بستخدمه، ولادي برضو بيحبوه، فحاجه سهله وسريعه. ده برضو من ضمن الحلويات اللي لازم تكون عندي في قلب المطبخ. تاني انا الشوكولاتات دي اللي هي سما، نوع سما طبعا كويس كلنا عارفينه. بجيب الكيسه دي بتكفيني برضو، وساعات بستخدمها بقى في التورتات حلويات. وبرده نوع دريم برده كويس جبتها، اللي هي الشوكولاته الخام البيضة، انا بستخدمها من دريم حلوه جدا. تمام، فانا جبت سما ودريم، دول برده لازم يكونوا عندي في قلب المطبخ. تمام، زي ما قلت لكم. وبرده ساعات بجيب اللي هي الشوكولاتات السايبه دي، اهي بيضة او شوكولاته دارك، دي شوكولاته بالحليب جميله جدا. انا بجيب بالكيسه كده بتبقى تقريبا ربع كيلو. تمام، والبيضه دي برده ساعات بجيبها، يعني انا بجيب النوع اللي هو في اكياس كده سايب يعني، وبجيب برده النوع اللي هو معلب. الاثنين حلوين على فكره. الكاكاو الخام طبعا ما فيش غنى عنه في قلب درج المطبخ، لازم يكون عندي، بستخدمه في جميع الحلويات بقى او التورتات كيكات اي حاجه. تمام،
بصوا بقى دي قوالب الكارت الواحده ب 3 جنيه، انا جايبه 3 بس يعني كده كده انا مش بجيب كارت مش بعمل كارت كتير، فانا جبت 3 حلوين زي الفل. المقاس ده عامل 3 جنيه و يعني اديكم شايفين شكلها هن، وبنستخدمها ان شاء الله في الحلويات. جبت برضو زبدة اللوتس دي برضو نوع جميل من سما، هي ربع كيلو كده، ربع كيلو عامل 20 جنيه زي ما انتم شايفين، وطعمها حلو جدا. يعني انا ساعات بجيب اللي هي دي لما تخلص بجيب غيرها او بجيب العلبة الكبيرة، مفيش اي مشاكل. الشيكيبون تمام اهو زي ما انتم شايفين اشكاله كده من تحت اهو، ده برضو مفيش غنى عنه في تزويق التورتات الكيكات كب كيك، يعني في حاجات كده ايه مفيش غنى عنها. الصوصات طبعا صوص الشوكولاته او صوص الكراميل ده برضو مفيش غنى عنه في قلب المطبخ، بستخدمه في جميع الحلويات. ايه تاني؟ ايوه بقى تعالوا بقى ايه نشوفوا ايه الحاجات اللي انا بستخدمها في التزيين. عندك بقى دي شوكولاته كريسبي تمام، في منها بالسوداني وفي كريسبي، ده الكيس كده عامل 8 جنيه زي ما انتم شايفين. انا عندي منها البيضه السمراء قصدي، والبيضه برده جبت منها شويه كده، شويه دول ب 5 جنيه، اقل كميه عند الراجل ب 5 جنيه. دي ممكن تكفيكي كتير طبعا عشان انت مش بتستخدميها في حلويات كتير، فممكن يعني لو استخدمتي 5 6 بيتفاضل معاكي كميه تمام. ده الكيس ده عامل 5 جنيه. في برده اللي هو الشوكولاتات المدوره دي برده الكيس كان عامل 8 جنيه، يبقى الكيس مليان شويه عن كده، هو فاضل عشان استخدمته في حلويات كتير، يبقى الكيس كده عامل 8 جنيه. وقع منه في الارض كتير طبعا وانا جايه اصور، فالحمد لله يعني تمام الكيس ده عامل 8 جنيه. في برده الشوكولاتات دي برده الكيس كان عامل 5 جنيه زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى مسعر عند الراجل. ده برده الشوكولاتات اللي هي الصغنطوطه الكريسبي دي البيضه حلوه قوي تمام. جبت برضو الكيسه دي عامله 5 جنيه كده زي ما انتم شايفين، انا بقول لها انا عايزه اقل كميه، اقل كميه دي بقى بتقعد معاكي فتره كبيره وبتستخدميها في حلويات كتير جدا، وان شاء الله هتنفعك كتير. يعني هي الكيسه دي عامله 5 جنيه، طبعا بقى الناس اللي هم بيعملوا حلويات كتير الحاجات دي هتنفعهم جدا. في برضو الكرمسيل، الكرمسيل الاسمر ب 5 جنيه اهي، انا زي ما بقول لكم كده الكيسه بتبقى مسعره عند الراجل. يعني اللي انا عايزاه بيبقى متعلق كده، اللي انا عايزاه بمد ايديا وباخده، الكيسه ب 5 جنيه وفي ب 8 كده يعني على حسب. طبعا دي برده كيسه شوكولاتات اللي هو الشوكليت شيبس، حلو برده الكيسه دي عامله 5 جنيه. تاني الكيسه اللي هي بتاعت التوت دي اللي هو الابيض الاحمر والاسود، الكيسه اهي كانت عامله 15 جنيه طبعا هو غالي شويه، بس يعني هو شويه دول كده كنت واخده منهم حبه كده صغنطتين وعامل 15 جنيه تمام. برضو اللي هي العلبة الشوكولاتة دي انا بستخدمها في التزيين تمام، في منها طبعا اللون الاورانج بدل الاحمر، وفي منها الاسود. العلبة دي عاملة 7.5 تمام، العلبة من دي عاملة 7.5. ايه تاني؟ في برضو ده برضو الكيسة دي كانت عاملة 5 جنيه اللي هي الشوكولاتات الحلويات المسكرة، حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده الحبة دول يكفوكي في حاجات كتير جدا، يعني يكفوكي في حاجات كتير ويقعدوا معاكي فتره، عشان كده انا مش بحب اجيب ياما. قوالب البسباسيتو طبعا كذا حد سالني عليها، في المقاس الكبير ده وبصوا شايفين في المقاس الكبير ده والمقاس الصغير. المقاس الكبير عامل 5 جنيه، الصغير ده عامل 3.5، يعني طبعا بتستخدميه مره واحده استخدام واحد فقط وحلو قوي، يعني هتعملي فيه احلى بسباسيتو ان شاء الله. في برضو المفرش ده، طبعا المفرش ده برضو كذا حد سالني عليه قبل كده، هو بيتجاب كده فرداني او لو عايزه تجيبي علبه، انا بس حبيت اوريكم شكله. ده عامل ايه؟ 1.5 جنيه تمام، ده طبعا بتحطيه تحت الكيكات في العلب بتاعتها تمام. جبت برضو اللي هي بتاعت التوزيع اللي هي بتاعت الكريم شانتي، طبعا دي تقريبا كانت عامله 25 جنيه تمام، السكينه اللي هي بتاعت توزيع الكريم شانتي تمام. ايه تاني؟ برضو الكياس دي، الكياس الصغيره اللي هي الحلواني، ممكن تجيبي الكيس على بعض، انا جبت اللي هو الصغير ده بس محمل شويه، عامل 75 قرش تمام، والكياس الكبيره هي عامله 1 جنيه اهو، كياس كبيرة عاملة 1 جنيه. انا برضو بحب اجيبها فردانية كده، مش بحب اجيب كياس يعني. طبعا اللي بيستخدم الحلويات كتير او عنده مشروع بقى ربنا يكرم الجميع باذن الله يستخدمها عادي تمام، يعني يجيب علب قصدي تمام. ايه تاني؟ طبعا الشوكولاتات دي معروفة بس هي خلصانة عندي شوية اهي، الشوكولاتات دي اهي
ب5 جنيه. العلبة كان فيها يعني زيادة عن 10 وحدات، هي ب5 جنيه بس يعني الحمد لله عيالي قاموا بالواجب. تمام. جبت ايه تاني؟ اكياس الاكياس دي لازم تكون عندي، اللي هي بتاعت التلاجة. الكيسة عاملة 5 جنيه، يعني الكيسة مش عارفة فيها زيادة عن 150 كيس، ب5 جنيه، يعني سعرها حلو قوي. تمام. كنت محتاجة بقى مقص حامي كده للمطبخ والسمك والحاجات دي يعني، فلقيت المقص ده كان تقريبا عامل 15 جنيه. تمام. هو حلو كده. ولقيت اللي هي دي برضو قطعت المخلل والبطاطس والحاجات دي والخضار، دي برضو عاملة 7.5. تمام. الكوبايات دي انا مش بستخدمها للكوفي ولا حاجة، لا انا بستخدمها ان شاء الله هعمل معاكم اختراعات كده بيها ان شاء الله تبقى تشوفوها في قلب القناة. وجبت برضو الكوبايات اللي هي بتاعت القهوة الصنطوطة دي، زي ما بقولك كده انا مش بستخدمها بس للقهوة يعني، لا انا بستخدمها في حاجات تانية، كيكات وحاجات من كده. هتقولوا دي الكيكات؟ اه دي هنعمل منها ان شاء الله فيها كيك ومش هتسيح وتبقى زي الفل. جبت برضو الشكل ده واللي هو ثواني لسه مقفوله. طبعا الحاجات دي بتبقى من عند الراجل بتاع الورقيات. بصوا الشكل ده والشكل ده، طبعا هو بيبقى عنده اشكال فاختاري اللي انت عايزاه. تمام. دي هعمل منها مش يعني مش بتاعه شرب ولا حاجه، لا هعمل منها كيكات وتبقى كيكه زي الفرن ان شاء الله في الفرن يعني هتشوفي بنفسك. جبت اللي هو ده مش عارفه اسمه ايه يعني، المهم يعني هو خشب، مش خشب يعني، هو ورقيات بس اللي هي الورقيات الجامده. طبعا دي اللي انت بتحطي عليها مثلا كيكه، كب كيك، حاجات حلوه ان شاء الله يعني. دي برده سعرها حلو، تقريبا دي كانت عامله 10 جنيه. كان في منها الوان كتير، كان في منها الاورنج والاصفر واللبني والابيض. تمام. فانا جبت اللون اللي هو اغمق لون، تعتبر دي عامله 10 جنيه، مش غاليه. تمام. هتستخدميها في حاجات كتير. طبعا علبه الكاستر دي عامله 10 جنيه. الصوصات برده، الصوصات ده كان عامل اللهم صل على النبي 15، وده برده 15 اللي هو بتاع الكراميل. تمام. في برده اللي هي الكوبايات الجديده اللي كل سالني عليها انت بتجيبيها منين، هوسع لنفسي بس كده اهو. الكوبايات دي اهي، طبعا ممكن تحطي فيها تعملي فيها كوكتيلات، ممكن تحطي فيها طرق الجاتو، تعملي فيها تشيز كيك، اكواب البوريو. بصي يعني ممكن تعملي فيها حاجات كتير ان شاء الله هنعملها معاكم باذن الله. الكوبايه من دي كانت عامله 2.5، هي مش غاليه، هتستخدميها بدل المره 2 و3 و10 كمان. في برده ده اللي انا عملت فيه العاشوره، ده برده بيتشرى من عند بتاع الحلواني زي ما انتم شايفين كده شكلها اهو. بيبقى الطبق عباره اهو يعني الطبق كده لونه حلو كده واسمر حلو، والغطا بتاعه زي الفل كده من فوق. ده برده العلبه كانت عامله تقريبا 3.5. انا يعني ايه مش بحب اجيب علب كتير، انا يعني مثلا 3 4 من كل حاجه بحيث ان انا اشكل فيما بعد، يعني ما بحبش اقف على شكل واحد بس. تمام. جبت برده اللي هي الاكواب دي اهو، بصوا ده بس افك واحده كده اهو. الكواب دي حلوه جدا برضو اهي، ده وده الغطا بتاعها، عايزه تشيلي الغطا مفيش اي مشاكل. دي برضو تستخدميها للحلويات يعني، ممكن تعملي منها تشيز كيك، اوريو، بوريو، اي حاجه يعني الحلويات كلها. بصوا بقى يعني انا عندي كميه اطباق واطباق تقديم، بس انا حبيت الحاجات دي حلوه يعني شكلها حلو وعصريه وعمليه. الطبق من ده او الكوب من ده كان عامل 3.5، انا برضو زي ما بقول لكم كده انا جايبه منه تقريبا 4 او 5، مش بحب اكتر بحيث اللي هو انا كده كده هستخدمه بعد كده مش هيترمى يعني. في برضو هو الحاجه النهارده عماله تقع مش عارفه ليه. في برضو الاكواب دي برضو حلوه زي ما بقول لك كده، عمليه هتغسليها بدل مره 2 لو انت طبعا عامله مشروع فهي بتطلع بالحاجه يعني انت فاهمه، لكن لو انت عامله لاهل بيتك بيبقى شكلها كده حلو كيوت كده. دي الواحده كانت عامله 2.5 بالغطا بتاعها، برضو جايبه منها كده 4، دي جايبه منها 4، تبقى حلوه عمليه ان شاء الله هنعملها معاكم في يعني فيديوهات تانية وحلويات كتير ان شاء الله.
في برضو الحاجات دي اللي هي الالومنيوم، كمان جبت دي اللي هي تتعمل فيها كب كيك حلو حادق في الفرن زي الفل. تمام، دي بديل قوالب الكب كيك. تمام، انا عندي قوالب بس برضو بحب اشكل يعني. ودي برضو ممكن تعملي فيها الانجليش كيك، دي برضو استخدام مره واحده، كل ده برضو استخدامات مره واحده. ده برضو انا بحب اجيب الحاجات دي برضو يعني كميه صغيره مش كتير، بحس منين ما تخلص بجيب تاني. دي ممكن تعملي فيها اطباق رز بلبن، عاشوره، ام علي، حاجات من دي، او مكرونات مفيش اي مشاكل تبقى حلوه برضو. جبت برضو المقاس ده، برضو ممكن تعملي برضو زي ما قلت لك ام علي مكرونه بشاميل اي حاجه. انا مش بحب اكتر في الحاجات دي بس لازم تكون عندي برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده في قلب البيت. تمام، ده كان الواحد عامل 75 اللي هو ده، واحد عامل 75، المقاس ده عامل 75 برضو. دي كانت عامله 3.5 اللي هي الانجليش كيك، طبعا دي برضو عامله زي قوالب الديسباسيتو. ودي تقريبا كانت عامله جنيه، المقاس ده عامل جنيه 2.5، 75 75، اسعار حلوه يعني. تمام، ايه تاني؟ طبعا كاكاو انا جايباه العلبه دي ب 15 جنيه، ال انا قلت لكم دي طبعا سعرها ايه، 2.5. تمام، اللي هي الشوكولاته دي اللي هي بتاعه سما حلوه قوي، دي عامله القالب عامل 10 جنيه، في منها الدارك والخام والابيض. تمام، الكوبايات دي برضو عامله 2.5. انا بحاول ايه اقول لكم بقى الاسعار في الاخر. القمر الدين ده العلبه تقريبا كانت عامله 35 يعني، تقريبا 35، شكلها حلو بصوا من تحت اهي، يعني شكل مختلف خالص لقمر الدين التقليدي. والعلبه يعني انت هتستخدمي العلبه اصلا دي بعد كده، يعني شكلها حلو عامل زي العلب دي يعني، ان شاء الله هنستخدمها، هي نفس الخامه حتى. تمام، هنستخدمها في حلويات مش هنرموها، احنا مش بنرمي حاجه. البسبوسه دي كانت عامله 9.75 يعني 10 جنيه. تمام، كانت عامله 10 جنيه. البلح الشام عامل 14 او 15، هو ساعات بينزل في عروض وساعات لا يعني. ام علي برضو عامله 15 جنيه، دي بالمكسرات، في منها بالقشطه. تمام، يا رب بقى اكون قفلتكم. ايوه، انا سيب برضو ايه الطابع بتاع الشوكولاتات ده، بتطبعي منه الشوكولاته تحطيها على الجاتوهات على وش الجاتوهات. انا جبت الشكل ده، ده كان عامل 2.5. تمام، كان عامل 2.5. العلبه دي كانت عامله 10 جنيه اهو، فيها كميه كبيره من ال اسمه ايه، شيكبون، صح شيكبون، ايوه كانت عامله 10 جنيه. دي بتكفيكي فتره كبيره جدا جدا يعني. زي ما انتم شفتوا بقى الاسعار والحاجات اللي انا جبتها واللي بستخدمها ان شاء الله في جميع الحلويات. يا رب اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلويات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.